يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جاء في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك من رواية الإمام مالك عن صيف عن أبي السائب رحمهم الله تعالى، قال أبو السائب: دخلت على أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدته يصلي، قال: فجلست أنتظر، قال: فبينما هو كذلك إذ سمعت تحريكة، يعني حركة تحت سريره عند عراجين النخل، وعراجين النخل هي جرائد النخل. قال: فإذا بحية، يعني ثعبان. قال: فوثبت لأقتلها، نهض إليها ليقتلها. قال: فأشار إلي أبو سعيد أن اجلس مكانك، أشار إليه وهو في الصلاة. وفي هذا أيها المسلمون الكرام من الفقه أن الحركة اليسيرة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة أو كانت لضرورة فإنها تجوز ولا تبطل الصلاة. ولهذا كثير من الناس يتعنت لسوء فقهه وعلمه بالصلاة، فيحصل له من المشقة بل من الأذى ما يصيبه بسبب عدم الفقه بالصلاة. ما في بأس يا أخواننا أثناء الصلاة أن تزيل ما يضر أو أن تقتل ما يضر من الهوام التي أمر بقتلها كالحية الدابي أو العقرب ونحو ذلك من الأشياء المضرة، جاءت ماشية عليك أنت أو على الصبي جنبك، أضربها اقتلها وارجع لصلاتك، ما في شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفتح الباب لمن طرق وهو في الصلاة، ويفعل الأفعال اليسيرة. أبو برزة الأسلمي صحابي جليل رضي الله عنه، هو في الصلاة انحلت دابته وانطلقت، الناقة بتاعته أو الفرس انحلت وانطلقت، فهرول إليها في الصلاة، مسك وجاب ربط في محلها وواصل صلاته. فقيل، يعني ناس أنكروا عليه من الجهال، قالوا: ما تفعل يا أبا برزة؟ قال: وإني لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت ما يصنع، أو كلمة نحوها. إذن هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أشار إلى أبي السائب أن اجلس ما تتحرك، قال: حتى إذا قضى صلاته. قال: فالتفت إلي فقال: أترى ذلك البيت؟ وأشار إلى بيت في تلك الدور. قلت: نعم. قال: كان في هذا البيت شاب حديث عهد بعرس، يعني متزوج جديد. قال: وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الأحزاب، يعني لما حوصرت المدينة من قبل قريش وحلفائها في غزوة الأحزاب.
قال: وكان هذا الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث بأهله عهدا من النهار، كل مرة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى أهله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا من أدب المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. كان الصحابي يستأذن فيرجع إلى أهله. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال ليؤانس أهله، لأنه لسه جديد، حديث كان حديث عهد بعرس. قال: ويقضي حاجتهم ثم يعود. فاستأذن الشاب ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له رسول الله وقال له: خذ معك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة، يعني أخشى عليك من غدر بني قريظة، لأن يهود بني قريظة كانوا من أشد الناس غدرا، وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فخانوا العهد في يوم الأحزاب. لما رأوا أن الأحزاب تكالبوا وظنوا أن في تلك الواقعة يكون هلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاب ظنهم، فغدروا وخانوا العهد. لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي الشاب من غدر بني قريظة. قال: خذ معك سلاحك، فأخذ رمحه وانطلق. فلما جاء الصحابي رضي الله عنه إلى باب داره وجد امرأته بين البابين، يعني الباب مفتوح وهي واقفة برا عند الباب. قال الراوي: فأهوى برمحه ليطعنها وقد أخذته غيره. وهكذا أيها المسلمون الكرام، فحولة الرجال من المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن تأخذه الغيرة على أهله فيغار أن يتدنس عرضه بنظر الرجال، وأن يتلوث عرضه بوساوس النفوس. وكان الرجل من أهل الجاهلية، كان منهم رجل وجد امرأته خارج الباب فسرحها طلقها، ثم أنشد يقول: إذا وقع الذباب على طعام تركته ونفسي تشتهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. يعني لا يرضى أن يشاركه في زوجه أحد ولو بالنظر، هكذا غيرة الرجال. ونحن وصلنا إلى مراحل بعيدة، أسأل الله تعالى أن يعف بناتنا وأن يعف زوجاتنا وأمهاتنا. بقينا نحن نتساهل، فتخرج النساء متبرجات، كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، فتنة للرجال وللأمة، ونحن ننظر. والبنت أحيانا تنزل من سيارة والدها بلبس قبيح، أو الزوجة تنزل من سيارة زوجها بلبس فاضح لا يليق بأخلاقنا كسودانيين فضلا عن مسلمين. وعلى أي حال، إن المؤمن يغار. فالصحابي أخذته الغيرة فأخذ رمحه وأراد أن يطعن زوجته، فقالت له: مهلا، انظر ما بداخل الدار حتى تعرف ما الذي أخرجني. كده شوف جوا، قالت له: الحاصل شنو؟ عشان تعرف أنا ليه طلعت هنا. لأنها هي مؤمنة،
لا تخرج بهذه الصورة إلا ولها ضرورة. قال: فدخل الشاب إلى داخل الدار فوجد حية منطوية على الفراش، فأخذ رمحه فقطعها، فانتظمها أي قطعها، قتل الحية ثم أخذها دار يطلعها يخرج خارج الدار. قال الراوي: فاضطربت عليه الحية بعد ما قتلها، اضطربت عليه الحية، تحركت واضطربت. قال: فمات الشاب، فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا. شدة ما مات سريع، ما عرفوا المات أسرع ياتو الشاب أم الحية. فرجع أو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لصاحبكم. فسأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله يحيي لنا ميتنا، ادعوا الله يحيي لنا الشاب اللي مات. ولاحظوا من فقه الصحابة، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أحيي لنا الشاب، لأنه من المعلوم عند المؤمنين أنه لا يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى. وليس كما يظن كثير من الجهال والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اللي بيظن أن الصالح أو النبي المرسل يمكن أن يحيي الموتى ويعلم الغيب ويبرئ ذوي العاهات من عنده، هذا لا يجوز، ولا في حق الأنبياء فضلاً عن حق الأولياء والصالحين، لا يجوز ولا يمكن أن يحيي الولي ميتاً أو يفعل ذلك أبداً. فالصحابة من فقههم قالوا: ادعوا الله، لأنه اللي بيحيي الموتى الله، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قالوا: ادعوا ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: استغفروا لصاحبكم. خلاص الموضوع ده انتهى، استغفروا لصاحبكم. وهذا فقه جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم من ذلك شيئا، أي من الحيات الأفاعي الثعابين الدابي بدارجيتنا، إذا رأيتم من ذلك شيئا في البيوت فاستأذنوه ثلاثا، أو فحرجوا عليه ثلاثا، ثلاثة أيام تستأذن بالخروج. حرج عليه أي تقول له: أخرج بسلام، ما تقتله، ما تبادر بقتله. قال: فحرجوا عليه ثلاثا. قال: فإذا رأيتموه بعد ذلك، يعني بعد ثلاثة أيام موجود في البيت، قال: فاقتلوه فإنما هو شيطان. لأنه الجن أكثر ما يتشبه بالحية، يتشبه بها، ومن الجن من يعيشون معنا في البيوت، يسكنوا في البيت معك، واسمهم العوامر، أو العوامر قد تكون
من الحيات والثعابين تسكن في البيت، ومن السنة إنه يستأذن. طيب ممكن يجي لذهنك تقول كيف أنا آمن على نفسي وعلى عيالي، آمن عليه ثلاثة أيام والثعبان موجود داخل البيت؟ فنقول الإجابة: من طبق السنة أمنه الله. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبق السنة ما يضرك شيء، استأذنه بالخروج. إذا خرج فإنما هو جني، قد يكون من الجوان المسلمين، وإذا قتلته أو آذيته قد يضرك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالجن منهم من يقتل الإنسان، منهم من ينتقم فيضر يقتل ويؤذي. ابن تيمية قال: إذا صب عليه الإنسان ماء حارا. عشان كده المرأة لما تكون تجرب في البيت الشاي والمويه بكبوها، تسمي الله أول حاجة بعدين تكب المويه، مش المويه الحارة بتفقوها ساي في أي مكان وتؤذي. إذا آذيت الجن آذاك وضرك، وبالتالي تستأذن وتسمي الله عند صب الماء الحار ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ذا الطفيتين، ده نوع من أنواع الثعابين، ذا الطفيتين والأبتر. ذا الطفيتين ده كيف شكله؟ الطفيتين عبارة عن خطين على ظهره بفوق ظهر الثعبان، زي خطين بيض. إذا شفت ثعبان بالشكل ده قال: فاقتلوه. ده ما بيدخل في الإذن، تقتله طوالي. قال: والأبتر. الأبتر قصير طوله حوالي الشبر، أسود، ما عنده ضرب. ده الوصف بتاعه. في بعض المناطق عندنا احنا في مناطق الزراعة بيسموه ابلوكد ولا حاجة زي دي، بنفس الشكل ده. ده تقتله مباشرة. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: قال: لأن الجن لا يتمثل بهذين الثعبانين. الاثنين دول ما بيتمثل بهم الجن، ده لو لقيت تقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، قال: فإنهما، الاثنين دول بالذات، يستسقطان الحملة، كويس، ويذهبان البصر. دي أشياء الناس ما بيعرفوها. أنت عارف لو في امرأة حامل وشافت الثعبان ده بعينها بس من غير ما يعمل أي شيء ولا يضربها، أول ما المرأة الحامل تشوفه بعينها يستسقط الحمل، الحمل بينزل منها طوالي. ولو أنت عينت له بعينك الثعبان ده ونظر إليك بطريقة معينة يعلمها الله سبحانه وتعالى، نظر إليك ونظرت إليه أذهب بصرك. ده خطر جدا. والناس هسه، في ناس كتار طبعا التعامل بتاعهم مع السنه بيتعاملوا معاه بطريقه تجريبيه، يقول لك الموضوع ده ما جربناه قبل كده وبنصدق حاجه الا نجربها. ده زول عنده مشكله في ايمانه بالنبي عليه الصلاه والسلام. نحن كمسلمين نؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ذا الطفيتين واقتلوا الابتر وبيسقطوا الحمل وبيذهبوا البصر. بل جاءت في روايه جاء بها الإمام ابن عبد البر في التمهيد، قال: ويولدان الغنم. الغنم ما كان شافته بتولد طوالي. دي السنة جات كده يا اخواننا، ما نقعد احنا نغالط كثير، كويس. هذه من السنن العظيمة. السيدة عائشة رضي الله عنها كما نقل ابن عبد البر أنها قتلت حية يوم من الأيام، حية في البيت قتلت السيدة عائشة. فلما نامت رأت بالليل رؤيا أنها قتلت مسلما. قالوا لها في الرؤيا: قولها قتلت مسلم. قالت: لو كان مسلما كيف يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده في الحال ما بيتكلم معه. قالت له: لو مسلم ده اللي قتلته أنا ده، لو مسلم كيف دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربنا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال لها: كان لا يدخل عليك إلا وعليك ثيابك. لو ما أنت محجبة ما خرج عليك ذاته.
فأصبحت عائشة رضي الله عنها فأخرجت 120,000 دينار أنفقتها في سبيل الله باعتباره كفارة عما قتلت من الجان المسلم. إذن أيها المسلمون، هؤلاء الجن يعيشون معنا في البيوت، فنحن إن لم نتحصن بالسنة ولم نعمل بالسنة آذينا أنفسنا وآذينا غيرنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، الناس المسافرين اللي بيسافروا مسافات بعيدة، عليكم بالدلجة يعني سافروا بالليل، فإن الأرض تطوى ليلا. بالليل المسافة اللي بتمشيها بتكون أكثر من بالنهار، الناس اللي بيسافروا والخبراء بالسفر بالتجربة بكونوا الكلام ده وقع عليهم، السفر بالليل بيكون أقرب. قال: فإن الأرض تطوى ليلا. قال: وإذا تغولت الغيلان، الغول بنسمع به وإحنا عندنا ده في السنة موجود. قال: إذا تغولت الغيلان، يعني ظهرت لكم أشياء مخيفة أشبه بالشياطين تتمثل في صورة حيات وعقارب وغيرها. قال: وإذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة. تقيف أنت في سفرك تأذن، لأنه بروحك الشيطان بتوهك من الطريق. قال: فأذنوا بالصلاة يطرد الشيطان، وبعد ذاك لا تضل أنت في سفرك. أيها المسلمون، هذه أحكام مهمة تبع لما ذكرنا في الخطبة الماضية، علينا أن نتفقه في مثل هذه الأمور كي نعيش حياة في بيوتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، لا تفرغ جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.